نحن مكملين بفقراتنا بفقرات صباح خير ندى اليوم، وخلينا نروح لفقرتنا ومساحتنا الاجتماعية. مساحتنا الاجتماعية رح تكون رشا عن عالم التكنولوجيا. من شوي كنا عم نحكي عن مدار التكنولوجيا على العين وقضاء الساعات الطويلة أمام شاشات الموبايل. هلأ رح نروح على الجانب النفسي من هذا الموضوع، وخصوصا عند الأطفال. رح نحكي عن تأثير التكنولوجيا على الأطفال والطفولة المبكرة بالتحديد، شو الإيجابيات والسلبيات لهذا الموضوع، وكيف بيأثر هذا الشيء على وعي وإدراك أطفالنا. كل هالتفاصيل رح نحكيها مع استشارية الطفولة المبكرة عبير كردي. صباح الخير. صباح وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. عم نحكي بموضوع قديم جديد وحيستمر يعني مستقبلا اكيد، كونه نحن دائما تطور بهدول القصص، تكنولوجيا واجهزه الموبايل. خلينا نحكي عن التاثير السلبي بدايه، بعدين نروح للشق الايجابي. هلا التاثير السلبي للطفل بالتكنولوجيا، اول شيء انا بلاحظ انه التاثير السلبي بدايه ببلش من لما يكون الطفل رضيع. بصراحه وقت نحن بنحطه على الموبايل او على شاشه التلفزيون بهذا العمر الصغير اللي هو عمر 6 شهور وطالع، فانه الام بتحط طفله على الموبايل او على الشاشه كرمال انه مثلا تشتغل اعمالها او اشغالها او تلهي هذا الطفل. بس هذا الطفل بهذا العمر بالذات بيكون نمو العقل عنده سريع وكبير، فانا وقت بنحطه على هذا الجهاز فنحن اول شغله عم نثبت نمو عقله، فهو بس بصريا متواصل مع هذا الجهاز. بيعمل معه اكثر شيء هو ضعف التواصل الاجتماعي، يعني مع الوقت هو ما عم يحكي، ما عم يتواصل، هو عم يتلقن بس ايقوناته، عم تتلقن الشيء من الشاشه، فهو مع الوقت لا رح يسمع لأمه ولا رح يرد عليها ولا رح يتواصل. وممكن الضعف الكبير التواصل اللي يصير معنا يؤدي لضعف تواصل اجتماعي كتير كبير، ممكن لتوحد، فهو عامل مسبب يعني عامل مساعد كتير لأنه الطفل يصاب بالتوحد. كونه هو بس قدام شاشه بموضوع التوحد، طبعا احنا حكينا تحت الهواء انه اكيد في بكون مسببات طبعاً. وبيئه حاطنه لمرض التوحد طبعاً. ولكن الموبايل بيزيد النسبه اكثر، يعني بيزيد النسبه اكثر لانه هذا الطفل ما عم يتفاعل مع البيئه المحيطه اللي هو فيها، ما عم يتواصل مع امه، يعني مثلا بتنادي له ما عاد رد عليها لانه هو تواصله فقط عم يكون عن طريق الموبايل اللي هو بس بصريا بس الوان الصوت، فهي بتساعد على تشتت انتباهه، بتساعد انه على قله تركيزه. طيب عوامل مساعده جدا عبير، نحن حكينا بالمقدمه انه اي شيء هو له سلبيات وله ايجابيات حسب طريقه الاستخدام يلي عم تكون. يمكن اذا بدنا نحكي للتكنولوجيا، هل التكنولوجيا فوائد على الطفل اذا بدنا نحكي من فتره انه هو رضيع او الطفوله المبكره اللي نحن بنقول اقل من عمر سنه، ممكن يكون للتكنولوجيا تاثير ايجابي بدل ما يكون له تاثير سلبي؟ هلا انا برايي الشخصي بصراحه لا، انه اثاره الايجابيه لطفل رضيع لا ما له اي اثر ايجابي، لانه هو بهذا العمر يعني انه مثلا نحط له شيء يفيده موسيقى هادئه ايه، بس هو سماعي فينا ما في بصر يعني تماما، يعني انا وقت عم احط له موسيقى او عم احط له شيء يسمعه فهو سماعي ما انه بصري، اما اذا اخذ الشيء البصري فهو ما عم ياخده بطريقه ايجابيه ابدا لانه بهذا العمر برايي انه ما حيكتسب منه الشيء الايجابي، ممكن لبعدين اكثر يعني ممكن لعمر ثلاث سنين مثلا نعطيه شيء الايجابي اللي هو يتعلم فيه شيء يفيده عن الشيء يفيده مثلا حروف ارقام مثلا لغه انجليزيه اي شيء ممكن يتابعه انه شيء يفيده، بس العاب الغاز تمام، بس اما مثلا العاب الكترونيه غير مفيده او مثلا يوتيوب شغلات عدوانيه، يعني بتولد العدوانيه كثير كبيره، بتساعد على يكون طفل عنيد كثير، يعني الشاشه كثير اثر سلبي بصراحه. نشوف تاثيرها بشكل مباشر، يعني هذه القصص اللي عم تقولي ان كان عدواني ان كان عنيد بهدول القصص قد ايه بيقلدوا، يعني الاطفال بنشوفهم بحياتنا اطفال اليوتيوب والتيك توك هدول اليوم. هي الفكره اللي بدي احكيها انه نحن صرنا بنسمي هذا الجيل بنقول عنه جيل الموبايل، يعني اذا بدنا نعطيه دلاله انه هو قديش واعي قديش هيك عنده ذكي ذكي يعني حربة زياده، فيمكن صرنا مثل هون عم نحكي عن اثر ايجابي انه هو وسع له مداركه، يعني خلاه ينفتح لعالم جديد. انت يعني مع هالمقوله ولا لا؟
هلا مع هالمقوله قلنا حكينا انه ما يكون طفل رضيع، يعني هو بعد السنه ممكن بيمسك الموبايل قال ببعد تحت السنه بيفهم ايه بس هلا بصير بيقول لهم. انا كنت عم بحكي انه لا، العمر السنتين ما لازم يتحمل موبايل، لانه هو ما اذا كنت مراقبه تماما له ايه، بس اما اذا انا مالي مراقبه له شو هو عم يتفرج على اليوتيوب او مثلا يتابع اكثر من لغه او يتابع اكثر من انواع كتابه او شيء، يعني هي توسعت كثير المسارات عنده، فهو يعني تعدد اللغات اصلا بيساوي عنده مشكله، ممكن يصير تاخر نطق وممكن يصير شغلات كثير كبيره نحن بغينا عنها بصراحه. فانا مع انه لا، الطفل يتاخذ على حضانه، على روضه او رياضات اجتماعيه، حضانات يعني هلا في عندنا كثير حضانات من عمر 6 شهور بنبلش معه بشغل المونتيسوري، يعني شغل المونتيسوري هو اليد مفتاح العقل، فهو وقت عم يستعمل ايده كثير حلو، يعني احسن ما يستعمل ايده بالموبايل والتكنولوجيا. تماما. حكينا بالتكنولوجيا وتاثير الموبايل، واليوم للاسف نحن يعني انت بنظرك كاخصائيه اليوم قادر او انه نحن نرجع نضبط الامور بهذا الوقت وبهذا الضغط وبهي الظروف، انه نحن اليوم نسحب الموبايلات ونسحب نوقف نت بالبيت هدول القصص؟ قلت لي انه انت بقيتي سنتين ممنوع النت بالبيت وممنوع الشبكه والواي فاي هدول القصص. هلا انا بعمر زي اللي انا حكيت فيه انه كان ممنوع، فكان انا ابني بيبي وعندي اثنين كبار بعمر المراهقه بصراحه، هلا مو سحب، ما انسحبوا لانه هن من الاساس ما كان في معهم موبايلات، يعني بهذا العمر يعني صف سابع ثامن ما كان في موبايلات ولا لصف التاسع، يعني بعد التاسع صار في موبايلات في نت، بس بهذا العمر كان ابني الصغير كان كبر وصار فوق السنتين، فهون يعني اما انك تسحبي، يعني انا اعطيته هي القصه وهو عم يشتغل عليها على طول وممارسه عليها، فالسحب كثير صعب، الحرمان كثير صعب، يعني هو بفكر انه انت مو بس يعني هي عقوبه وعقاب يعني كثير قاسي وكثير سلبي عليه. عقوبه هي ايه، بس اما اذا هو من الاساس يعني من الاساس ما له حامل هذا الموبايل وما له متعرف على شيء فيه بالنت وكذا، فهو كثير شيء حلو، لانه الموبايل بالذات كثير بيقلل يعني بيساعد على قله التركيز وبيشتت الانتباه وبيعمل كثير معه قصص سلبيه. طيب اذا بدنا نحكي عن المرحله المبكره او الطفوله المبكره، للاسف كثير بقى اطفال ما بيسكتوا مع اهاليهم، ما بياكلوا وجباتهم، حتى ممكن ما يناموا بدون ما يسمعوا هي الغنيه او يمسكوا الموبايل او يشوفوا افلام كرتون، يعني صوره عم تتحرك امامهم. اليوم شو البديل برايك اذا لحتى تلهي طفله او حتى يعني تتفاعل معه اكثر؟ هلا البديل هي ادوات المونتيسوري، الالعاب الحسيه. خلينا يعني نعرف اكثر بالالعاب المونتيسوري مشان كل حدا عم يشوفنا يقدر يعرف شو هن بالضبط. هلا في ادوات كثير للمونتيسوري ممكن نحسن نشتغل عليها والطفل كثير يتفاعل معها. اول شيء الحياه العمليه للطفل، فهو مثلا انه يصنف، يفرز، يعني شغلات كثير بسيطه بالبيت، ممكن بالفول بالحمص تخربتيهم على اساس انه هو عم يساعدك وماما تعال ساعدني بالمطبخ، فرز الالوان مثلا، يشيل الصينيه، هالقصص هي كلياتها، فرز الالوان هي كلياتها بتساعد على زياده التركيز والانتباه لدى الطفل اكثر بكثير ما انه يمسك مثلا موبايل. هلا شوي شوي فيكي تسحب اذا هو ما كثير متعلق بالموبايل، ففينا نحن يساعدنا بالمطبخ، الطفل كثير بحب العجين على فكره، بيحب يشتغل بالعجين، كل شيء منزلات الليلي، بحب كل شيء بيعمل فوضى، بحب ياكل، بحب الطحين كثير هدول القصص. مضبوط كلامك. بس يعني هو فتره من الفترات، يعني اذا حطينا مثلا مده او اي شيء او اي مكان يحسن يلعب فيه، ولو وسخ حاله بالطين، لو وسخ حاله بالشوكولا، لو شو ما كان، يعني كلياتها حمام بعد منها خلاص، يعني بس افضل بكثير من الموبايل. ايمت نحن اليوم فينا نقول انه انا طفلي بدي اعطيه كتاب يقعد يقرا فيه، او انا اقعد اقرا له شيء يقدر يستفيد منه؟ اول شيء اشغل له وقته وبعده شوي عن موضوع الموبايلات والتاب، او اقدم له ثقافه جديده بحياته. خلينا نحكي عن العمر وعن فوائد هاي التقنيه. هلا نحن لازم ننظم اطفالنا، انه مثلا يكون التنظيم بالساعات على فكره، انه مثلا من الوقت كذا للوقت كذا معك ثلث ساعه على الموبايل او نص ساعه او ساعه، ما في مشكله، بس بعد منا مثلا عنا بدنا نشتغل هي القصة أنا وياك، أو نعملها مثلا بالألوان، الألوان كتير مفيدة للطفل والرسومات، فأنه إذا خلصنا هي الشغلة كتير مفيدة لحكاية الليل للأم، يعني الأم أنه وقت بتمسك طفلة وبدها تنيمه، فأنه إذا حكيت له حكاية وإذا كانت عن طريق قصص
أو صور يعني ملونة، فهي شوي شوي وقت عم تتابع القصة فهو تعلم القراءة بصراحة. من أي عمر ببلش الحكاية ولأي متى فيها تضل برأيك تطبقها؟ هلا الحكاية بصراحة يعني هو من هو رضيع فيك تبلش بالحكاية، بس أنه قصص مصورة وملونة وكتابات كبيرة فبعمر السنتين بتبلشي أنه تقري له، فهو عم يخزن على فكرة بالذاكرة الصورية. خزن صحيح، بيخزن ذاكرة صورية. أحيانا أنا بغير القصة بكون ضايق خلقي يعني فبعمل خاتمة جديدة بتقلي لا مو هيك صار تمام. القصة الأولى ايه يعني حكاية المساء وحكاية الليل كتير مفيدة للطفل، وخاصة إذا بدنا نعلمه شغلة جديدة بحياته أو بدنا نساعده على أنه يفهم قصة جديدة فهي بالقصص وبالحكاية. وكمان أطفال الروضات نفس الشيء على فكرة، يعني الحكاية شيء أساسي بالروضة مع المعلمة، أنه تحكي قصة تكون هادفة يعني فيها هدف سلوكي، فيها هدف إيجابي للطفل، فيها تربية يعني أنه فانه الروضات كثير بتقدم كثير. هلا كونه ذكرتي موضوع القصه خليني اسالك سؤال، كثير بشوف من الاهالي بيالفوا قصه لاولادهم عن مواقف صارت معهم اليوم، يعني الولد بيصير بيقرا او بيسمع قصه. بعثوا رساله قصدك؟ تماما، رساله من خلال عن شيء هو عمله. برايك هذا الاسلوب صحيح ولا لا؟ لا هلا هو صحيح، هو صحيح، بس الطفل ما شاء الله اطفالنا كثير اذكياء بيعرفوا انه القصه عليه، يعني انه انا عم بحكي عنك ففورا بيقول لك انه انا ماما عم تحكي عني، انا اللي عملت هذا الشيء. فلا هلا ايجابيه هي القصه، بس انه بنحاول شوي نبعد المسار انه مو هدفنا انت يعني، بس نحن عم نحكي بشكل عام، يعني بنحاول شوي نبعد القصه عنه مشان انه هو ما يكون يلقط انه انت ما يدخله للرعب، يعني دائما بده يكون مع حالة تأنيبية، مثلا اجى الحرامي، اجى الوحش هيك بتقول، او اجى مثلا اي شيء، بس انه بدهم يختموا له اياها بطريقة تأديبية ولكن عقابية، يعني تتحول الحكاية عنده من تخويف. قصة لتخويف. تمام. هلا التخويف ما لازم ابدا ابدا الطفل يخاف من اي شيء، وما لازم نستعمل معه هذا الاسلوب انه نخوفه بهي القصص، لانه هذا اول شغلة بيزيد الخيال عنده يعني، وهن ما شاء الله اذكياء جدا، فانه ممكن يطالع لك قصص ويتخيل قصص هو زياده، يعني انت تحكي فكره صغيره بس هو يوسعها بخيال كثير كبير عنده. صحيح. ومن اليوتيوب يعني هو بنرجع لانه النت والتكنولوجيا كثير بتساعد الاطفال انه خيالهم بيصير اكثر، وعم نشوف على ارض الواقع يعني من خلال اطفالنا، اطفال كل الناس اللي حوالينا بيعانوا من نفس القصة. يوتيوب على طول نهايات خيالية، أحيانا بصيروا يتخيلوا أشخاص بالبيت من ضمن شخصيات الكرتون. قبل ما نختم، قدي كان البرامج الأطفال من زمان هادفة، قدي كنا نحن مبسوطين بكان يا مكان وقت اللي تطلع، قدي كنا نقعد هيك نقعد نتفرج عليها الحكاية. صحيح. يعني اليوم حتى يعني الأفلام الكرتون للأسف ما عم نشوفها أنه هي عم توصل صح للطفل. هلأ نحن لازم نضلنا بمراقبة كتير قوية عنيت لأطفالنا، نراقب هو شو عم يتفرج أو على شو عم شو الأفلام الكرتون اللي عم يتابعها. أنا للصراحة بنزل هايدي مثلا حلقات كاملة ورا بعضها وبيتفرج عليها، بس نخلص يعني البرامج اللي كنت أنا أتفرج عليها وحبها كتير هو نفسها يلي عم يتفرج عليها طفلي، او بحاول نفسها اللي هي بتنعطى كمان وقت الشاشه يعني للطفل بالروضه، كمان نفس الشيء يعني تكون هادفه جدا، يعني حكايات عالميه، كان يا مكان الحياه، يعني هي كلها بتعلمه قصص كثير منيحه، يعني التكنولوجيا هي مفيده بقصص وممكن تكون ايجابيه طبعا بالتعليم وبالدراسه وبالحياه اليوميه. نعم. اللي نحن بنمارسها، بس كمان اثر السلبي كثير كبير على الطفل، يعني بتبقى مراقبه المحتوى يلي عم يشوفوا اطفال عبر وسائل التكنولوجيا والوقت يلي عم يقضوه، هن المفاتيح الاساسيه لنقدر نحول هاي التكنولوجيا ل تأثير إيجابي أو شيء مفيد. نشكرك كثير لوجودك معنا استشارية الطفولة المبكرة عبير كردي. أهلا وسهلا. شكرا وصباحك خير على طول.